دكتور طلال، بالنسبة للتحولات الجيوسياسية في المنطقة بشكل عام في العالم التي تحدث، ومن خلال رؤيتك الاقتصادية كيف ترى هذه التداعيات؟ أنا شاكر بأن السؤال يتكلم عن الرؤية الاقتصادية وهي الأهم. أنا دائما أقول أن تركيزنا في الأمة العربية على السياسة ليس مجديا بقدر تركيزنا على الاقتصاد، لأنه ليس هنالك قرار سياسي إلا مبني على مصلحة اقتصادية، وليس هنالك قرار سياسي إلا مستند إلى نتائج سياسية، نتائج اقتصادية. يعني الدول تخوض المعارك إما لسبب اقتصادي أو لهدف اقتصادي، سبب يدفعها إلى ذلك أو مصلحة اقتصادية. بالتالي إذا ركزنا على الاقتصاد فقط، المنطقة تمر بمرحلة تحول، والتحول طبيعة الدنيا، طبيعة التاريخ، يعني مش إنه شيء جديد إنه في تحول، ولكن هذا التحول في هذه المرحلة وبسبب تقنية المعلومات والاتصالات سريع جدا، كما كان متوقعا من الثمانينات أصبحت هنالك قوة عظمى أخرى اقتصادية هي الصين، بينما كانت أمريكا لوحدها تتصدر القوة الأعظم اقتصاديا. هذا التنافس الاقتصادي مهم جدا لأنه يؤدي إلى نتائج سياسية وعسكرية، وليس هنالك قوة عسكرية ولا سياسية في الدنيا إلا إذا كانت مستندة إلى قوة اقتصادية. وبالتالي يجب أن ندرك أن الصين وإن كانت لا تستعمل القوة، إلا أن من يتعامل معها يعرف أن القوة موجودة فيحسب لها حساب. والصينيين يتعاملون بأسلوب السياسة الناعمة، أي عدم استعمال الضغط ولا القوات العسكرية ولا الاحتلال ولا الدعم العسكري، يظلوا في صورة الدولة المسالمة. فيما بالوقت ذاته شراكتهم مع روسيا تكمل بعضها، فروسيا تأخذ الدور المواجه والفعال والذي يستعمل القوة ويهدد بالقوة، في حين أنه أن العالم يظن أن روسيا هي منفردة في هذا الموقف، والحقيقة أن روسيا هي شريك وأكثر من حليف، بهنالك اتفاق تام وتنسيق تام بين روسيا والصين. وعندما تتكلم الصين يجب أن نفهم أن هذا هو رأي، عندما تتكلم روسيا يجب أن نفهم أن هذا رأي صيني أيضا، والموقف الروسي هو موقف روسي دائما، وما في حاجة أن نثبت ذلك، نرى في مجلس الأمن وفي كل المناسبات الموقف واحد ولا يختلف في أي لحظة عن الآخر. فإذا نحن الآن أمام عالم جديد تكون فيه ثلاث أقطاب وليس اثنين، اللي هما روسيا وأمريكا كما هو ظاهر، إنما حقيقة الأمر أن هنالك ثلاث أقطاب، والثلاث أقطاب الآن وصلوا إلى مرحلة أن هنالك حاجة لتوزيع المصالح الاقتصادية. ما فيش مصالح سياسية، في مصالح اقتصادية في الدنيا، ما فيش مصالح سياسية. المصالح الاقتصادية هي التي ترسم السياسات وهي التي تقرر المواقف. فهذول الثلاث أقطاب الآن مصالحهم الاقتصادية في العالم أصبحت تحتاج إلى تنسيق، وهذا التنسيق أنا في نظري هو شيء طيب ومفيد لكل الدنيا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في السابق كدولة عظمى وحيدة تتحمل كل أعباء وكل نتائج وكل مسؤوليات وكل لوم ما يحصل في الدنيا. الآن لما يصير في ثلاث جهات، التنسيق يؤدي إلى أن يكون هنالك قرار أفضل، يؤدي إلى أن يكون هنالك مساءلة أفضل لأنك عندك ثلاث أطراف، ويؤدي إلى عدم اتخاذ قرار فردي من جهة واحدة إلى أن يدرس من المناطق الأخرى. وأنا أكرر أنه هذا أيضا في مصلحة أمريكا الحقيقية. أمريكا مصلحتها الحقيقية هي أن يكون هنالك قوى أخرى تتنافس معها ولكن تتفاهم معها أيضا، وأقول تتنافس لأنه كله منافسة اقتصادية، ما فيش منافسة أخرى.
ما فيش أنا إنه أني لسبب سياسي أريد أن أسيطر على بلد أو لسبب سياسي أريد أن أفرض عقوبة على بلد، ما في، كلها أسباب اقتصادية في أولها وفي آخرها. فبالتالي هذا التحول الآن الذي حصل على مستوى العالم هو لمصلحة الدول الثلاثة نفسها بدل أن تتصادم، وأيضا في مصلحة شعوب العالم لأنه بيصير في هنالك توازن في اتخاذ القرار. وأنا أعتقد أنه داخلين على مرحلة سيكون فيها تنسيق هام بين هذه الدول الثلاث العظمى، وسيؤدي ذلك إلى تهميش دور مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأن القرارات متى اتخذت من الثلاث أطراف هذه أصبحت أمر واقع ينضم تحته كل الجهات، وسيحصل تغيير أيضا في تركيبة الاقتصاد الدولي، لأن الدول الثلاث لها مصالح في منطقتنا وفي العالم كله. فإذا نظرنا إلى منطقتنا يجب أن ندرك أن الثلاث دول لها مصالح مش دولة واحدة. الصين تعتبر أنها كانت تشكل 50% في يوم من الأيام من التجارة العالمية، 50%، فبتحق تعبر هذا حق لها. والآن الصين تركز على بناء ما يسمى الطريق الحرير من جديد، وترى أن هذا الطريق الحرير يمر عبر البلاد العربية، عبر الشرق إلى البلاد العربية، فبالتالي وهذا كان تاريخيا هو خط التجارة العالمي. فمن منظورها، أنا أكلم من المنظور الصيني، من المنظور الروسي ترى بأنها أيضا هي كانت لاعب رئيسي وكان لها قوة عظمى في المنطقة، خصوصا من خلال فترة زمنية في مصر، ومصر دولة هامة في المنطقة، وكانت روسيا من خلال مصر لها دور فعال في المنطقة وفي مصالحها وفي بيع الأسلحة لمصر ولغير مصر، فبالتالي لها مصالح اقتصادية في المنطقة أيضا، وطبيعي مصالح أمريكا الاقتصادية محترمة ولها حق فيها وما عندنا اعتراض عليها. ولكن عندما يتم الآن التنسيق بين الدول الثلاث في مصالحها، نجد أننا نستطيع أن نتوقع ازدهار في العالم وازدهار في المنطقة. وأنا أقول أن هذا أيضا يتزامن مع ما أعتقد بأنه نهاية قريبة إلى فترة الانحطاط، العصور السوداء التي تمر بها المنطقة، مش الربيع، العصور السوداء، أكثر من خريف ومن شتاء ومن صيف، هي عصور سوداء كما مرت أوروبا بهذه المرحلة، وبعدها جاءت النهضة في أوروبا الرينيسانس. نحن مقبلين على هذه الرينيسانس لأنها مصلحة اقتصادية. أنا أكرر يعني إذا نظر الثلاثة دول إلى مصالحهم الاقتصادية، مصالحهم الاقتصادية أن تزدهر هذه المنطقة كسوق، كمصدر للاستثمارات، وكسوق علاقات اقتصادية رئيسية وشراكات اقتصادية مختلفة. مصالحهم أيضا أن بدل أن يصرفوا إمكاناتهم في الصراعات والحروب أن يركزوها على الفوائد الاقتصادية. هنالك مصلحة اقتصادية للدول العظمى أن تزدهر هذه المنطقة، وازدهار هذه المنطقة هو لمصلحة أهل المنطقة أولا، ولكنه أيضا مصلحة للدول العظمى التي تقرر المستقبل. أنا أقول أن الآن إحنا على حافة نهاية المرحلة السوداء وبداية الازدهار، وأنا أعتقد مجتهدا بما أطلع عليه من معلومات وما أدرسه، ولست على أي اتصال مع صانعي القرار سواء محليا ولا دوليا، إنما من قراءاتي لما يحدث وما أتوقعه، أقول بأننا في خلال سنة 2016 ستتم عملية التحول على مستوى المنطقة كاملة ولحل جميع المشاكل، لأن ذلك أكرر مصلحة للدول العظمى وبالتالي وبنفس الوقت مصلحة لأهل المنطقة. إذن كيف نقارب ما يحصل في سوريا واليمن وأيضا كله يجب أن يحل، لأنه ليس في مصلحة أحد أن يستمر الوضع في سوريا من الدول العظمى. والآن قد يكون في البداية كان هنالك اعتقاد بأن هنالك مصلحة إذا كان سيطرنا على الحرب واستطعنا أن نفرض سياسة معينة ضد إيران أو ضد اللاعبين الآخرين. الآن أصبحت هنالك قناعة أن المصلحة واحدة هي في أن نستفيد من هذه المنطقة ونتقاسم الرزق والخير الذي فيها. هذا طبيعة الدنيا،
كل دولة تفكر بما هي مصالحها الاقتصادية. إذن أين تضع الموضوع الانفتاح على إيران بعد الاتفاق النووي بهذا الشكل اقتصاديا من قبل الدول العظمى، وما هي مصلحة الدول العربية؟ إحنا يعني أنا كمان نتكلم اقتصاد وليس سياسة. أنا لا ليس لي رأي بأن يكون هنالك علاقات سياسية وصداقة سياسية أو حب بين الدول العربية ودولة إيران، إنما أنا أقول أن المصلحة الاقتصادية للدول العربية أن يكون هنالك علاقات اقتصادية دون حب. مش ضروري في الحب، يعني أنت مش ضروري تحب اللي بتتعامل معه اقتصاديا، وهذا اللي هذه أصلا هي فلسفة الدول العظمى كلها، خصوصا أمريكا. أمريكا لا تحب ولا تكره، أمريكا فقط تنفذ وكذب اللي بيقول لك إنه إحنا أصدقاء أو حلفاء أو أحباب أو كلام، ما في الكلام. وأنا هذا كلام يعني سمعته من فم كارتر إلي، الرئيس كارتر. أمريكا لا تحب ولا تكره، أمريكا لها مصالح قومية وطنية، وكل ما تقرره على ضوء هذه المصالح، وهذا صحيح وهذا موقف عظيم، لأن أي حاكم يجب أن يكون مسؤوليته المصالح الوطنية لدولته ولشعبه، سواء أمريكا أو في بلادنا. فإحنا بالتالي أنا أقول أننا بغض النظر عن حبنا وكرهنا السياسي لأي دولة بما فيها إيران، يجب أن ندرك أن هجمة الغرب كله بما في أمريكا وأوروبا وكل شركاتها ووزرائها اللي هاجمين على طهران لإقامة علاقات اقتصادية، لا يحبوا إيران ولكن يحبوا مصلحتهم، ونحن يجب أن نحب مصلحتنا. يعني أنت تنصح بالتعامل الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي من قبل الدول؟ أنا أرى أن كل دولة يجب أن تدير علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس مصالحها الاقتصادية. بالنسبة أيضا لتداعيات ما يحصل في فلسطين، أنت تطلق على ذلك حرب تحرير وليس انتفاضة؟ نعم. يعني إحنا دائما وتاريخيا هنالك قرار أمم المتحدة يقول أن هنالك احتلال، وكل احتلال يجب أن ينتهي. انتهى كل الاحتلال اللي في الدنيا. يعني تعريف الوجود الصهيوني في فلسطين حسب الأمم المتحدة، مش أنا، أن هنالك احتلال. هذا الاحتلال بكل التاريخ انتهى، لم يبقى إلا هذا الاحتلال. هذا الاحتلال سينتهي. حاول من اجتهد، وأنا أعتقد أنه خاطئ، بأن يحلوا عن طريق المفاوضات، لأنه ليس هنالك مفاوضات تسمى مفاوضات سلام بين محتل وشعب تحت الاحتلال. كيف يعني سلام؟ يعني أن يبقى الوضع كما هو، هذا معنى السلام. عندما عمل اتفاقية سلام مع محتل، معناته إحنا خلاص أصحاب هلا وكل شيء يبقى كما هو ونعيش بسلام. لا، هنالك احتلال ويجب أن ينتهي الاحتلال. لم ينتهي بالطرق السلمية والتفاوضية التي أساسا كان مفهوم أنها غير ناجعة، لأن الاحتلال لا ينتهي بالمفاوضات، بل ينتهي، وكل احتلالات الدنيا انتهت بالثورات الشعبية ضد الاحتلال. الآن نحن بعد تجارب كثيرة من الانتفاضات والمحاولات السياسية، تبين أنه ليس هنالك حل إلا أن تبدأ عملية ثورة ضد الاحتلال لإنهاء الاحتلال. إحنا مش لا نريد لا أن نقتل ولا أن نشرد ولا أن نيتم اليهود أو غير اليهود. نحن نقول أن هنالك شعب تحت الاحتلال وأرض تحت الاحتلال بموجب قرارات الأمم المتحدة، يجب أن ينتهي هذا الاحتلال. لم ينتهي بالطرق العادية والسلمية والتفاوضية والانتفاضات المتعددة. الآن وصلت المرحلة أن هذا الشعب قرر أن يثور إلى أن يتحقق التحرير الكامل لهذا الاحتلال إن شاء الله. الشكر لك دكتور.